فيها الناس مش عيب. اخويا انا كنت خدام، جا جاني واحد الخبر خوك راه ضارب. جيت تنجري مع تنوصل تيبان ليا واحد السيد هز سلاح من نوع كبير، والسيدة باك عليا خوك غيمشي للحبس. وهاد الناس هادو اش غنقول لك، راه ما فهمتش راه كانوا واش كانوا خوتي ولا كانوا عندك هذيك السيده، وهاد السيده لقيتو هاد السلاح قضيه فيا كانوا بحال خوتي، واش خوتي ولا عديان ما فهمتش، ولا كانوا هاد الدار ما فهمت. المهم عليا انا شفت فيهم ما هضرتش معاهم كاع، بقيت تنشوف ما عرفش خويا انا راه مضروب ولا ولا ميات ما عارفش. عارف انا خويا كان سمعت مضارب يعني خويا طلع للدار واقف عادي، اخر تيغوت هي باقي يا خويا غيمشي للحبس. بقيت ساكت، بقيت مع الدراري تيعاودوا ليا كيفاش جوقا خوك كان ضاراتي غاتشير معاهم بحال بهذا المعنى. تنقول لكم شنو خوك راه راجل ما تصرفش ليهم، هما جوقا هاني بقى مدار معاهم بوحدو بقى مدار معاهم. انا قلت خويا راه مضارب ما كاين والو، هو تيغوت. قلت هاني خليه حتى هو خونا وتا هي خطنا يعني مشاركين الطعام ما كاين هو هادشي. شاهد عليا الله وشاهدين عليا دوك الناس اللي جيت، راني ما هضرتش ما زدتش كلمه، بقيت تنتفرج حتى هو ما هضرش معايا. مشى شوية تنسمع فاش تنهضر مع الدراري تنسمع جاني تليفون الو خوك راه مات. تنقول شنو هو خويا راه في الدار كيفاش خوك مات. جاني تليفون اخر الدراري جاو تيجري خوك راه مات. صافي الدنيا ضاعت بيا ما بقيتش عارف اش ندير. عيطت الامن هذيك الساعه اجا هزوني الدم لدار الضحيه بقاو القرب على هاد الشخص. مشيت للسبيطار شفت خويا بانت ليه فيه ثقبة هنا وضربة هنا في راسو، عندو ثقبة وضربة في راسو الله يرحمو. فهاد النهار ما علينا، مشينا كوميسارية ادينا الواجب، مشينا دفناه ادينا الواجب. الغد ليل تنسمعو واحد الخبر، واحد السيد منهم راه خرج. رجعت الفيديو تنشوف تبالي السيد اللي خرج راه هاز آلة وسن سلاح ديده موس ما نقدرش مسكرينين قاد ما عرفش راه خرج. شحال واحد كان ضار معاه؟ انا نحسب دابا 8 ضاربين 8 هادشي اللي شفتو في الفيديو اللي كاينين كاين اكثر من 8 هما 8 هما هما السبب، هما اللي كانوا في وسط الحديث، هما اللي جايين، هما اللي كلشي بالقراعي بالكيسان. كاين واحد المقطع ماشي الفيديو كامل، كاين واحد المقاطع راه هما يوضح لك فيه كلشي ماشي انا اللي تنهضر يعني. المقطع هو اللي غيهضر غيقول لك. تعتقلوا شحال؟ اللي تعتقلوا دابا خمسة، واحد خرج وجوج باقيين. جوج باقيين ما تشدوش؟ باقيين ما تشدوش. هربانين؟ ما عرفتهم هربانين دابا ما عرفتهم واش ما فهمتش ونكذب عليك بقيت فهم. من خرج من خرج هذاك يعني راه بحال والو خصهم يخرجوا كاملين ما كاين مشكل. حيت يبان لك واحد هاز سنسلة ولا ما عرفتش شنو هاز هذوك معاهم في وعطينا السميه ديالو، عطاو الناس السميه ديالو قالوا لي سميتو مراد، عطاوني السميه ديالو ما فهمتش ما نكذبش عليك. هادشي اللي انا بغيت نقول السي الحموشي الله يرحم بها الوالدين، تدخلنا في هذا الملف الله يرحم بها الوالدين وعاش المالي عاش المالي يا رب. دابا انتم عندكم تخوف من هذه القضيه؟ عندنا تخوف اخويا، عندنا تخوف بزاف. وليت راه اش نقول لك، حط اي واحد يحط راسه بلاصتنا واش هذا اللي مات ما فهمتش، ما هذا غيخرج وسط الجوقه وهاز وجاي مهدد وهابط من معاهم من درب لدرب يعني راه بزاف، راه كلشي واضح كلشي باين. شنو السبب النزاع؟ شنو سبب النزاع؟ سبب النزاع اسيدي حد الجاره ديالهم، جار ولا جاره اللي اش نقول لك اونديكابي من رجليها معوق معوق. انا اللي عاودوا لي الناس تيقول لي علاش اللي حاضرين علاش دار جا عنده هذيك هذاك ولدهم جا عند خويا صاحبه تيقول لي راه تيجر بغى يجريو علينا تيتعدوا علينا تيسبقونا. خويا قال لي بعدوا من هذيك الناس العواشر هذه وبعدوا فين يمشيو. ناقشوا زيد الكلام اي دخل ناقشوا وياه ضربوا وياه هو طلع جاب هذيك الجوقه. هذا هو السبب النزاع سيدي. شنو الجديد ديال الوقت؟ الجديد اخويا هاد السيد اللي خرج راه ما فهمنا والو، راه هذا هو الجديد. هاد السيد اللي خرج راه خربقنا باين في الفيديو، راه كلشي واضح. حنا نعطوك الفيديو نعطوك كلشي راه انت تحكم انت انا بغينا شي شرح بغينا شي فهم. اللي كان معاهم وكان مسلح
و 100% ما نقولش 95 ولا 80 100% راه كلشي باين راه مسلح هاز تيغوت كلشي هذا مقاطع يعني اشنو دار خصنا نعرفوا السيد اشنو دار بعدا اش كان تيدير تما شكرا